توني اقرا قصه اقشعر لها جسدي ودمعت لها عيني. بعلمكم بعض. يقول لك في شاب عايش مع ابوه بنفس المنزل، جالس وابوه الا الباب يندق. يقول دخل رجال غريب، يقول حتى ما سلم، يشطفه يروح للشايب. الشايب يرفع صوت يقول يا اخي اتق الله، سدد اللي عليك من الديون، تراني صبرت عليك واجد. يقول الشاب يوم شافه يقول حزنت نفسه شلون ابوه. يقول يجي الولد عند الديان قال يا اخي خل ابوي لحاله، كم عليك من دين؟ قال حوت 90,000 ريال. قال ما ابوي ما عاد له شغل، كلمني انا. اجلس اجلس. يقول يروح لغرفته ويقول على مدار كم سنه مجمع له 27,000. يقول يبي يجمع مبلغ يتزوج به ويجيب ال 27,000 ويعطيه اياه. قال هذه دفعه ان شاء الله مع مقبل الايام اخلص كامل، بس لا تكلم ابوي بشيء، كلمني انا. يقول الشايب انكسرت نفسه، قال للديان قال رجع فلوس لولدي. والله ان ولدي انه تعب لين جمعها، رجع فلوس ولدي واصبر علينا. يقول ما رد عليه. قال الشاب ما خلاص خذ الفلوس وحنا نكمل لك الباقي. يجي الولد ويحب جبين ابوه ويحب يده. قال يا بيا قدرك اكبر من كذا، والله بسهل الامور. يقول الشايب هو يحضن ولده، يحضن ولده يبكي. قال يا وليدي الله يوفقك، والله يسدد خطاك، والله ييسر امورك. شوف دعوات الوالدين، تنطلق تنطلق لسم على طول. وثاني يوم يداوم الشاب، هو رجال مخلص وما يعمل العمل هذا اللي رجال كويس. يقول يجي واحد من اخوياه مبطي ما زاره. يوم تسالموا وينك وما وينك وكذا. قال المهم خويه يقول له، قال المهم امس انا مع احد رجال الاعمال وطلب مني، ابغى شخص امين وطموح عالي، ابغاه يمسك لي اداره اعمالي. والله يا فلان ما لقيت الا انت، وش رايك تستقيل وتروح له؟ قال ما ادري عنه، خلينا نروح نشوف. أخذه وراح للرجل أعمال التاجر. يوم جاء عنده سأله قال كم راتبك؟ قال راتبي 4,970 ريال. قال تستقيل من بكرة وتوظف عندي براتب 15,000 ريال وثلاث رواتب بدل سكن وسيارة آخر موديل ولك نسبة 10% من المبيعات. الشاب هذا كان عنده إيمان بالله، فعرف أن هذا الله فرجه. يقول دنق وقام متصب بدموع، يقول أبشر بالخير يا يبا، أبشر بالخير يا يبا. وقرا 6 شهور بعد تحسين الوضع. المهم يوم قرب شبه خير يبا استغرب التاجر، قال ايش فيك تبكي؟ وش التمتم فيه؟ رضي علمه، اصر عليه وخويه اصروا. ايه علمه بالسالفه اللي صارت امس. يقول اهتز التاجر وقال الان يصرف له شيك يسدد دين ابوه كامل. لا تخاف على رزقك، لكن احرص على مبادئك ثوابتك، بر والدينك والله ان ربي يعوضك، والله ان دعوتهم تسوى كنوز الدنيا كامله. اهم شيء يكون عندك يقين، مو تدفع عشان تجرب، يكون عندك يقين.